في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي سيتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة. وقال المتحدث باسم الوزارة الكولونيل روبرت مانينغ أن الجيش لا يزال يدرس ما إذا كان ذلك قد يتضمن إجراءات جديدة أو مضاعفة الإجراءات الحالية. وأكد البنتاغون أن إيران لن تحظى بأي فرصة لتحقيق مساعيها في الهيمنة على الشرق الأوسط.